من كييف ينضم إلينا مراسل العربي محمد زاوي. مرحبا بك محمد. أولا حدثنا عن الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، وبعد ذلك لو فصلت لنا ما هو مرتبط بالفساد هذا الذي كشف عنه هناك. نعم، ميدانيا يمكن الإشارة إلى عودة الاستهداف الروسي باستخدام سواء الطائرات المسيرة أو الصواريخ على نطاق واسع خلال الليلة الماضية وكذلك صباح اليوم. حتى الآن هناك إشارات من قيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني إلى إطلاق الجانب الروسي لصواريخ من باليستية من نوع إسكندر أم، أصابت منشأة صناعية في مدينة كريميتشوك التابعة لمقاطعة بولتافا شرقي البلاد. لحد الساعة السلطات تقول أنها تتعامل مع مخلفات هذا الهجوم الروسي دون أن تتطرق إلى طبيعة هذه المنشأة التي استهدفها الجانب الروسي. طبعا مدينة كريمينشوك هي واحدة من المدن التي يستهدفها الجانب الروسي خلال الأشهر الماضية. طبعا هي مدينة صناعية. بالإضافة إلى ذلك القوات الروسية هاجمت زابوريجيا في الجنوب الشرقي وكذلك منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا. في المجموع وفق ما ذكر مركز الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية فإن 9 مقاطعات أوكرانية تعرضت للاستهداف بمختلف أنواع الأسلحة خلال الساعات 24 الماضية. من بين ربما الأضرار التي خلفها الهجوم الروسي هو أضرار بما يزيد عن 122 بلدة وتجمعا سكنيا في عدد من المقاطعات، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 90 منشأة للبنية التحتية الأساسية خاصة في المناطق الوسطى وكذلك الشرقية والجنوبية طبعا المستهدف الرئيس في الهجمات الروسية على مر الأسابيع الماضية.